متابعينا الكرام، مع انطلاقة مباشر الهدف الثاني للفريق وفاء وداد اكيد ابناء منطقة سيدي عثمان. متابعينا الكرام، هدف جميل، هدف بيضاوي 100% دقة دقة، يعطي التفوق لأبناء منطقة سيدي عثمان. متابعينا الكرام، تحت حضور جماهيري كبير اليوم تسيمة متابعينا الكرام بمنطقة سيدي عثمان. إذا تحت أنظار الجماهير الحاضرة هنا بملعب تسيمة متابعينا الكرام، وفاء وداد يضيف الهدف الثاني خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام فريق اتحاد الرياضي السلوي. خطأ فضل لحظات لصالح وفاء وداد. متابعينا الكرام، كيف ما قلت اجواء وحضور جماهيري كبير هنا بمنطقة سيدي عثمان. متابعينا الكرام، شمس متابعينا الكرام في اللحظات لي الاتحاد السلوي. التمريره كانت اكثر من رائعه متابعينا الكرام، طرف لاعب وفاء وداد. التمريره اللي كانت جميله، كان الاستغلال ديالها كيف ما كان خاص يكون، تضيع الهجمه على وفاء وداد. إذن ضربة ركنية متابعينا الكرام، ركنية لصالح وفاء وداد. ترجع الكرة عند حارس، حضور جماهيري كبير لمناصري وفاء وداد هذه المقابلة متابعينا الكرام. Thank you.
عندهم تعليمات دائما من مدربي الفريقين المتابعين الكرام خلال هذه المواجهه المهمه. اكيد كنعرفوا ان المقابلات الاخيره اللي كتكون في الطاوله في الدورات الاخيره اكيد دائما ما كيكون عندها طابع ديال الميديه. حتى الارضيه ديال الملعب كتساعدش بزاف على حنا اللاعبين عطاو كل ما عندهم. اكيد ان ملعب تشيسي ما كان واحد من الملاعب اللي من خلالها يعني خرجوا العديد 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 من النجوم كرة القدم المغربية. متابعينا الكرام اللي واجب على كل يعني السلطات على ديال المنطقة الاعتناء بهذا الملعب الرائع. من نهاية الشوط الأول متابعينا الكرام تفوق وفوداد بهدفين لهدف خلال هذه المقابلة اللي جمعات الفريقين واللي عرفات حضور جماهيري كبير. متابعينا الكرام متابعينا الكرام ارجع لكم ان شاء الله في انطلاق ديال الجوله الثانيه. الى ذلك الحين الى اللقاء.